دبل كروشيه او غرزة العمود بلفة، اختصارها دي سي، والرمز بتاعها هو حرف تي كابيتال وعليه شرطة. غرزة العمود بلفة هي غرزة اطول من النص عمود وارتفاعها 3 سلاسل. هشتغل دلوقتي غرزة العمود بلفة. غرزة العمود بلفة هلف لفة على الإبرة وهدخل في رابع سلسلة جنب الإبرة، 1 2 3، وهدخل في رابع سلسلة، هدخل في قاعدة حرف الفي تحت لفتين، هسحب الخيط وهطلع، هيبقى عندي 3 لفات على الإبرة. وبعد كده هلف لفة أطلع من 2، وبعدين ألف لفة كمان وأطلع من الاتنين التانيين. ده أول عمود بلفة عندي. تاني هلف لفة على الإبرة، هدخل في تاني غرزة وهسحب الخيط وأطلع، هطلع ب3 لفات على الإبرة، هلف لفة وأطلع من 2، وهلف لفة كمان وأطلع من الاتنين التانيين. تاني هلف لفة وأدخل في السلسلة وهطلع، هلف لفة وأطلع من 2، وهسحب الخيط تاني وهطلع من الفتلتين التانيين. ده شكل العمود بلفة. السطر التاني من غرزة العمود بلفة، انا هنا خلصت اول سطر، هعمل 3 سلاسل ارتفاع، هلف الشغل، هعمل لفة وهدخل في تاني غرزة، احنا هنا ما دخلناش ليه وعملنا عمود بلفة في اول غرزة، لان الارتفاع 3 سلاسل بيعادلوا اول عمود في السطر، علشان كده احنا ما اشتغلناش في اول غرزة، اشتغلنا في تاني غرزة. دلوقتي هنكمل السطر، انا هنا كده عملت كل فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، وبقى عندي اخر عمود هيتعمل فوق الارتفاع بتاع السلاسل. في هنا 3 سلاسل كنا سايبينهم في الاول بيعادلوا ارتفاع اول عمود، فاخر غرزة عندي في السطر هشتغلها في ثالث سلسلة، 1 2 3، ثالث سلسلة في بداية السطر اللي قبل كده، هلف لفة وادخل واسحب الخيط، وبعدين اقفل غرزة العمود بلفة بالشكل ده. يبقى هنا لازم انا اخد بالي من حاجتين مهمين. اول حاجة ان انا لما ببتدي السطر التاني ما بعملش اول غرزة في الغرزة الاولى في المكان الاولاني، لا بعمله في الغرزة التانية، لان انا عندي الارتفاع بيعادل اول عمود بلفة، وفي اخر كل سطر هيبقى عندي اخر عمود بشتغله على ارتفاع السلاسل اللي هما بيعادلوا اول عمود في السطر اللي قبل كده.